وعن عبد الله بن أوفى وعن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. نعم، وهذا في دليل على إباحة الجراد، على إباحة الجراد، لأن الصحابة أكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك مرة واحدة بل في 7 غزوات. والجراد من الطيبات لأنه يتغذى بالطيب، يأكل من الأعشاب والأشياء الطاهرة، فهو حلال. لذلك أورده المصنف في باب الأطعمة لأنه من الأطعمة المباحة. وفيه ما كان عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، وأنهم كانوا يأكلون الجراد من قلة الزاد معهم، أحيانا يأكلون ورق الشجر ليس معهم شيء. ففيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن الدنيا لم تبسط عليهم في أول الأمر، وأنهم كانوا في ضيق من المعيشة ويصبرون على ذلك، مع أنهم أفضل الخلق على الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل ما يباح أكله يكون بوله وروثه طاهر؟ هذه قاعدة، أنه ما حل أكله فبوله وروثه ومنيه طاهر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يذهبوا لما أصابتهم الحمى أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. كونه أمرهم أن يشربوا من أبوالها دليل على أنها طاهرة، يلحق بها كل ما أبيح أكله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل البرمائي وما حكم أكل الضفدع؟ الضفدع منهي عنه، والقاعدة أن كل ما أمر النبي بقتله لا يحل، وكل ما نهى عن قتله لا يحل. هذه قاعدة. نهى عن أكل الضفدع، عن قتل الضفدع والهدهد والصرد، هذه لا يحل أكلها لأن الرسول نهى عن قتلها. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه يحرم أيضا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والحدأة. نعم.